ينضم إلينا الآن محلل الأسواق في سكاي نيوز عربية نور الدين الحموري. نور صباح الخير، نبدأ معك من الولايات المتحدة وتقرير الوظائف الأمريكي. أي إشارات يعطينا بالنسبة لتوجه الفدرالي لرفع الفائدة في يونيو، وهل ما زلنا نقلق من موضوع نمو الأجور؟ نعم بالفعل ملاك، الشيء الذي شهدناه على الرغم من أن الأرقام والتقرير بالمجمل اعتبر أنه أرقام إيجابية واعتبر على أنه تقرير إيجابي، إلا أنه المؤشر العام للدولار الأمريكي استمر بموجة الانخفاضات من جديد لأكثر من سبب. لكن بداية أولا، أحد الأسباب التي تعتبر ثانوية وهي نفس أعداد الوظائف التي تم الإعلان عنها، على الرغم من إضافة أكثر من 211 ألف وظيفة في أبريل الماضي وهو تعويض لما حصل في مارس، إلا أنه أرقام مارس نفسها كانت عند 98 ألف تم تعديلها إلى مدون مستويات 79 ألف. هذا الشيء الذي لازالت تعتبره الأسواق على الرغم من أنه في تعافي في أبريل، إلا أنه هناك لازال يعني question mark، ولازال هناك علامة سؤال أو علامة استفهام أيضا لماذا شهدنا هذا الانخفاض الكبير خصوصا في قطاع التأجير الأمريكية. الشيء الآخر أيضا، الانخفاض الذي حصل في معدلات البطالة الأمريكية من جديد لا يأتي بسبب إضافة الكثير من الوظائف ليتم انخفاض معدلات البطالة، بينما الانخفاض أتى بسبب خروج العديد من الموظفين من سوق العمل لعدم قدرتهم على الحصول على وظائف ذات الدوام الكلي. انخفضت الآن نسبة المشاركة في سوق العمل إلى أدنى مستوى لها منذ تقريبا 20 عام عند حوالي 64. هذا الشيء الذي دفع معدلات البطالة إلى الانخفاض، على الرغم من أنه حتى معدلات البطالة كانت تتوقع الأسواق أن تعود وترتفع إلى حوالي 4.6. أحد أهم الأمور أنه على الرغم أنه من ارتفاع حتى متوسط الأجور على المستوى الشهري ب 13%، إلا أنه الفدرالي الأمريكي ينظر دائما إلى متوسط الأجور على المستوى السنوي، والذي تراجعت الآن نحن في تباطؤ على مدار 3 أشهر على التوالي، ووصلنا إلى أدنى مستوى تقريبا عند حوالي 2.5 على الرغم من أن توقعات 2.7، وهي أدنى مستوى منذ تقريبا حوالي العام. على إثر كل ذلك، هذا الشيء الذي من جديد ضغط على المؤشر العام للدولار الأمريكي، وصلنا من جديد إلى مدون مستويات الدعم 98-65، وهذا الشيء الذي يفتح المجال لمزيد من الانخفاض على الرغم من يقين الأسواق بأنه الفدرالي سيرفع أسعار الفوائد في يونيو. ننتقل إلى أوروبا نور، بالتحديد أرقام قطاع التجزئة في الاتحاد الأوروبي، ماذا قرأت فيها؟ بالفعل ارتفاعنا على مدار 3 أشهر على التوالي كما ذكرتي، لكن الشيء الأهم أيضا من ذلك كان لدينا مؤشر قطاع أو ما يسمى مؤشر أسعار أو مؤشر مديري المشتريات في قطاع التجزئة في الاتحاد الأوروبي، وصلنا إلى أعلى مستوى منذ تقريبا العامين، وهذه أول مرة نشهد فيها ارتفاع في مبيعات التجزئة على مدار 3 أشهر على التوالي منذ أكثر من عام ونصف في الاتحاد الأوروبي. جميع الأرقام التي شهدناها أيضا خلال تداولات الأسبوع الجاري لدول الاتحاد الأوروبي تعتبر إيجابية، بما فيها حتى أيضا قرارات البنك المركزي التي شهدناها خلال الفترة الماضية. هذا الشيء الذي دعم أيضا النظرة أن نشهد المزيد من الارتفاعات في اليورو، وبالفعل شهدناها خلال تداولات يوم الجمعة، وصل اليورو إلى أعتاب مستويات 1.10 لأول مرة منذ نوفمبر منذ أكتوبر من العام الماضي، ولا زالت هناك توقعات بالفعل أن نشهد المزيد من الارتفاعات، لكن الحذر مرة أخرى من قبل اليورو في الوقت الحالي، لأنه لا زالت لدينا الانتخابات الفرنسية من جهة، والشيء الأهم لم يتم تغطية الفجوة التي تمت فيه عندما تم الإعلان عن الجولة الأولى من الانتخابات الأوروبية والتي الانتخابات الفرنسية والتي كانت من 1.07. لذلك الحذر من شراء اليورو في هذه الأرقام حتى نشهد على الأقل تغطية الفجوة عند حوالي 1.017. محلل الأسواق في سكاي نيوز عربية نور الدين الحموري.